Bismillahir Rahmanir Rahim, dear students of Grade 6 at the Innovators International Academy. Today, Sadis, we are going to do the exercises that are related to the simple past and the past perfect in the workbook. So I want you, Miss, to open your workbook on page 24 and start with exercise number 1. لكن قبل ما نبدأ سادس خلينا نتذكر اللي حكيناه كشرح لقاعتي. حكينا انه انا رح استخدم after when لما اكون بحكي عن حدثين، واحد منهم صار قبل الاخر لكن التنين صاروا بالماضي. الان حكينا مس انه انا في عندي زمنين، الباست بيرفكت والسيمبل باست. بدي اشوف الحدث اللي صار اول من ناحية الترتيب الزمني ورح استخدم معه الباست بيرفكت، ورح اشوف الحدث يلي صار بعد واستخدم معه السيمبل باست. او بامكانك سادس تحفظيها انه دائما الجملة اللي بعد after مباشرة او بعد when مباشرة رح تكون بالباست بيرفكت، والجملة اللي بعيدة عنها سواء قبلها او بعدها رح تكون بالسيمبل باست. Now let's start with exercise 1. Complete the sentences with the verbs in the brackets. في عندك هون الأفعال سادس وفي عندك الجمل وبدنا نستخدم الأفعال بالترتيب. Number 1. After her visitors, grandma tired and we have the verbs go and feel. لما نشوف مس إنه after هون معناته أنا رح يكون عندي بالفراغ الأول الحدث اللي صار قبل، بالفراغ الثاني الحدث اللي صار بعد، معناته أنا هون رح أستخدم الباست بيرفكت وهون رح أستخدم السيمبل باست. فرح تصير عندي مس after her visitors had gone, grandma felt tired. Number 2. When the boys their homework they football and we have finish and play. برضو سادس بشوف أنا في عندي هون وين الفعل المباشرة بعد when و after رح يكون بالpast perfect، يعني أنا في عندي finish رح تصير had finished، أما الفعل اللي بعيد رح يصير رح يكون بالsimple past فرح تصير عندي played. Number 3. The passengers off the plane after it land. وفي عندي Harry and the verb land. هنا في عندي مس بدي أشوف the passenger. Passengers يعني travelers المسافرين. Off the land أسرعوا من الطيارة بمعنى إنهم نزلوا منها. After it land بعد ما هبطت رح أشوف مس مين اللي صار أول. أكيد سادس رح يكون عندي إنه أول إشي الفعل land الهبوط صار، بعد هيك المسافرين أسرعوا للنزول من الطيارة، فرح يصير عندي the passengers hurried off the plane after it had landed. فأنا أول إشي كان عندي had landed، أول إشي هبطت الطيارة، وبعد هيك the passengers hurried إنه المسافرين أسرعوا للنزول منها. Number 4. The children eat their dinner when they wash their hands. وهون في عندي when، فالفعل القريب من when رح يكون بالpast perfect، فرح تصير the children ate بالsimple past their dinner when they had washed their hands. Number 5. When Jane a big bunch of flowers, she them in a jug. And we have the verbs pick and put. هلا رح أشوف مس الفعل اللي صار أول إنه هي التقطت الأزهار وبعد هيك she put them in a jug، فأنا رح أستخدم إلى الفعل أو الحدث اللي صار أول الباست بيرفكت للفعل pick، فرح تصير when Jane had picked a big bunch of flowers she put them in a jug. وهنا put مس عندي رح تضلها مثل ما هي سواء بالفعل الأول أو الثاني أو الثالث. Number 6. After the rain the trees in the sunshine. في عندي stop and glitter. عندي after مس الفعل اللي بعد after مباشرة رح يكون بالpast perfect، فرح تصير after the rain had stopped the trees glittered in the sunshine. أو حكينا سادس بإمكانك تفهمي على إنه أول إشي المطر توقف، بعد هيك الأشجار إنه ظهرت بشكل لامع في الشمس. فأنا اللي صار قبل رح أحطه بالpast perfect، اللي صار بعد رح يكون بالsimple past. Now let's move to exercise 2 from the same page. Look at the pictures and complete the sentences with the verbs in the brackets. Use the past simple and the past perfect. الأفعال موجودة عندك هون سادس وأنت بدك تكملي الجمل بحسب الصور اللي موجودة عندك. Let's start with number 1. When the farmer, he, and we have the verbs يا سادس pick and take. رح تصير عندي مس when the farmer أول إشي عمله مس إنه هو التقط التفاح،
فرح تصير. When the farmer had picked the apples, اللي صار بعد إنه هو أخذهم للسوق. He took them to the market. طيب, let's go to number two. After Jenny and Billy, في عندي الأفعال sing and play. أول إشي مس Jenny رح أستخدمها بالinfinitive verb sing. بعد هيك Billy play. Play the piano. فرح تصير after Jenny. الحدث اللي صار أول بالpast perfect فرح تصير had sung. Billy بالsimple past played the piano. Number three. Sam after وفي عندي arrive ورينج. بدنا نحكي مس إنه سام وصل للمدرسة بعد ما رن الجرس. فأنا أول إشي صار عندي إنه الجرس رن. بعد هيك سام وصل للمدرسة. بالتالي رح يكون وصول سام اللي هو arrive بالsimple past ورنت الجرس اللي هي اللي صارت قبل بالpast perfect. فصارت Sam arrived to school after the bell had rung. أوكي. خلينا السادس نروح لتمرينات اللي موجودة عندي بالملف أو بالبوكلت. في عندك مس اللي هو listen to grammar the past perfect with after and when. في عندي هون الفورم للpast perfect فقط. طبعا simple past احنا بنعرف الفورم إله اللي هو استخدام verb to. أما الpast perfect اللي هو had with verb 3. ما تنسي سادس إنه أنا إيش ما كان عندي الفعل رح أضلني أستخدم had مع verb 3. يعني سواء كان جمع مفرد إيش ما كان مس رح أضلني أستخدم had وبعدها verb 3. أما بالنيجاتيف فكل اللي رح أعمله مس إني أنا رح أضيف not بعد had. Okay, now after and when plus the subject plus had and verb 3. هاي الجملة الأولى. يعني سادس إنه أنا بالجملة الأولى رح يكون عندي after أو when. بعديها رح يكون في عندي had مع verb 3 اللي هو past perfect. لا تنسي إنه بين الجملتين رح يكون في كوما. الجملة الثانية رح يكون بالsimple past. طبعا بإمكاني إني أنا أعكس الأماكن أخلي جملة after بعد وجملة subject مع verb 2 أو simple past قبل. الآن في عندي the usage أو الاستخدام. We use them to describe a past event, حدث بالماضي, which happened before another event in the past. يعني حدث صار بالماضي لكنه صار قبل حدث آخر برضو صار بالماضي. يعني أنا سادس عندي حدثين صاروا بالpast لكن واحد منهم حدث قبل الآخر. For example, after the men had bought the building, they used it as a factory. بعد ما الرجال اشتروا المبنى استخدموه كمصنع. فأنا اللي صار أول إنه they had bought the building. اللي صار بعد they used it as a factory. Or I rode the bike after I had bought it. أنا أول إشي اشتريت الدراجة and after that I rode the bike. فاللي صار أول اللي هو مس I had bought اللي صار بعد I rode. في عندك هون الترتيب مكتوب عندك which happened first and which happened next لحتى تنقلي عندك على الدوسية. طيب let's go now to exercise number one. Circle the correct answers. When I my dinner I watch TV. في عندك مس هون الطرف الثاني I watch TV إجا بالsimple past معناته أنا بديهيا سادس الطرف اللي عندي هون رح يكون بالpast perfect. بدي أشوف الخيارات عندي. في عندي هون have had اللي هي present perfect. عندي was having اللي هو past continuous. فرح أروح للاختيار الثالث اللي هو had. هلا هون عندي مس سادس had اللي هي had helping verb وهاد المين verb اللي هي verb 3 من have. فهو أصل الفعل عندي have لما عملته بالpast perfect صار had. الأولى هي helping verb والتانية هي main verb اللي هي verb 3 من have. Let's go to number 2. After the children had washed their hands they down the table. رح أستخدم الpast simple فرح تصير they sat down the table. After I ما تنسي الجملة اللي بعد after مباشرة والفعل بعد after رح يكون بالpast perfect. فرح أشوف الخيارات عندي. رح أختار had read. After I had read the questions I answered the simple past them carefully. طيب let's go to number 2. Rewrite the following sentence using after. Number 1 اللي هي happened first I ate my dinner. Number 2 اللي هو happened next I went to bed. فلما أجي أرتبهم سادس رح يكونوا I had eaten my dinner اللي صار أول بالpast perfect. I went to bed. طبعا بدي أستخدم after. فرح تصير الجملة After I had eaten my dinner, I went to bed.
So that was SADIS, the end of my class today. Thank you for watching and have a good day.